السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. بإذن الله النهاردة هيكون موجود معانا منحة ممتازة جدا، بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها حابب أوضح إن إحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة، ودي القناة بتاعتنا هتلاقوا عليها منح كتيرة جدا. منح موجودة في اليابان، في كوريا الجنوبية، تايوان، فرنسا، أمريكا، ودول كتيرة جدا مختلفة. بالإضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص التطوع والسفر إلى الخارج، وكنا عرضنا بعض المواقع اللي من خلالها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة، وكنا عرضنا فرصة وهي كانت فرصة حصرية عن طريق قناتنا، وكان التقديم والقبول فيها عن طريق قناتنا برضو، وكانت فرصة تطوع في فيتنام شاملة معظم التكاليف، وتم إعلان الفائزين فيها هذه الفرصة. وإن شاء الله بإذن الله يكون موجود معانا فرص جاية كتير التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا. بالإضافة كمان كنا أعلنا عن خدمة وهي خدمة المساعدة في التقديم لأي فرصة أو منحة أنت عايزها، تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي أو تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. وعشان توصلك أي حاجة جديدة من القناة بتاعتنا يا ريت تعمل سبسكرايب وتضغط على الجرس الصغير ده عشان توصلك كل الفرص بسهوله. واحب انوه كمان جميع روابط جروباتنا على الواتساب وجروبنا على الفيسبوك ورابط التقديم الخاص بالمنحه اللي هنتكلم عليها النهارده هتلاقوها موجوده في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب خلينا كده نبدا على بركه الله ونتكلم عن منحه النهارده، وهي منحه ممتازه جدا متاحه لجميع الاشخاص اي مرحله دراسيه كمان في دوله اوروبيه. هي منحه دراسيه لجميع المراحل الدراسيه في رومانيا، تمام؟ يبقى الدوله اللي هيكون فيها المنحه دي هي رومانيا. مين الجهة اللي مقدمة المنحة دي؟ هي مش منحة حكومية، هي منحة جامعية اسمها University of Prešov، تمام؟ دي اسم الجامعة اللي مقدمة المنحة، وطبعا جامعة من الجامعات القوية جدا على مستوى العالم والجامعات القوية كمان في رومانيا. المرحلة الدراسية المتاح ليها المنحة دي، المنحة دي المميز فيها انها متاح لكله، سواء انت عايز تدرس بكالوريوس، عايز تدرس الليسانس المرحلة الجامعية، عايز تدرس ماجستير، عايز تدرس دكتوراه، متاح ليك التقديم في الفرصة دي. اي مرحله دراسيه انت عايز تدرسها متاحه في الفرصه دي. الدول المتاحه للتقديم، اي دوله متاح لها التقديم في الفرصه دي ما عدا الدول الاوروبيه. يبقى انت لو دوله عربيه، دوله افريقيه، اسيويه تقدر تقدم في الفرصه دي، انما لو دوله اوروبيه غير متاح ليها التقديم. وده حاجه كويسه جدا لان مش هيخلي فيه تنافس كبير ما بين الدول، فبالتالي فرصه القبول بالنسبه للدول العربيه هتكون كبيره شويه، تمام؟ طيب ده بالنسبه للدول المتاحه. بالنسبه بقى للتمويل، التمويل بتاعها صراحه كويس جدا. اول حاجه بتتكلف برسوم الدراسه كامله، يعني انت مش هتدفع اي حاجه خالص، كل مصاريف الدراسه هتكون على المنحه، هم اللي هيوفروا لك كل الرسوم. بالنسبه للرسوم بقى الدراسه، رسوم التسجيل في الجامعه، كل ده هيكون عليهم. كمان السكن الجامعي مجانا، هتاخد سكن في الجامعه يكون مجانا، وطبعا سكن الجامعه في الدول الاوروبيه بيكون سكن ممتاز جدا. كمان هتاخد بدل شهري قدره 800 ليو روماني، تمام؟ بما يعادل 200 دولار تقريبا، يعني انت كمان السكن عليهم، رسوم الدراسه عليهم، 200 دولار معاك بوكيت ماني تقدر تعمل بيهم اي حاجه انت عايزها، مصاريفك الشخصيه، اي شيء انت عايزه، 200 دولار تغطي لك مصاريفك الشخصيه، فهي بتعادل بالعمله بتاعه الروماني او رومانيا 800 ليو روماني، وهي كافيه جدا تغطي لك مصاريف الطعام او طبعا مصاريف اخرى طبعا انت عايزها. طيب بالنسبه للتخصصات، في عندنا تخصصات كتيره جدا، طبعا الجامعه دي بتشمل تخصصات كتير. تعالى كده نبص على التخصصات، هتلاقينا حاطط هنا شاهد تفاصيل التخصصات، هتيجي تضغط على كلمه هنا هيفتح لك التخصصات كلها او الكليات اللي موجوده في الجامعه دي. هتلاقي هنا كليات عديده، منها كليات هندسه، كليات خاصه بالهندسه، ميكانيكال انجينيرنج، سيفل انجينيرنج، هتلاقي كمان فاكولتي اوف لو، كليه الحقوق، كليه الاقتصاد، هتلاقي كليه الطب، فاكولتي اوف ميديسين، يعني معظم الكليات موجوده فيها، ودي كليات مش تخصصات. فانت بالتالي لما تتعمق في كل كليه هتلاقي ان كلها او كل كليه بتشمل مجموعه تخصصات داخلها، تمام؟ فده بالنسبه للكليات او التخصصات المتاحه عندنا. طيب كده اتعرفنا على الكليات، نكمل بقى بالنسبه للشرح. انا هنا حاطط لكم مجموعه ملاحظات. المميز في المنحه دي مفيش هناك حد اقصى العمر، لو انت عايز تدرس بكالوريوس وسنك معدي ال 30 معدي ال 40 تقدر تدرس، عايز تدرس ماستر سنك معدي ال 30 40 تقدر تدرس، دكتوراه نفس النظام، مفيش اي حد اقصى العمر لاي مرحله دراسيه متاحه في المنحه دي، يعني كل الاعمار مفتوح ليها التقديم. كمان الدراسه متاحه باللغه الانجليزيه او اللغه الرومانيه، حضرتك بتعرف الانجليزي تقدر تدرس بيه، بتعرف اللغه الرومانيه تقدر تدرس بيها، ولكن مفيش سنه للغه، يعني مفيش حد يجي يقول المنحه فيها سنه لغه، لا المنحة ما فيهاش سنة لغة انجليزي او سنة لغة روماني، تمام؟ كل الدراسة او انت هتبدأ على طول دراسة مباشرة من غير وجود سنة لغة.
بالإضافة كمان إن المنحة دي لا تحتاج أي شهادة لغة إنجليزية أو رومانية، يعني مش محتاجين منك أي دليل تثبت إذا كنت أنت بتعرف تتكلم إنجليزي أو روماني، أنت فقط تكون بتعرف تتكلم من غير وجود أي سبب، ده يعني كافي، تمام كده؟ بالنسبة بقى للأوراق المطلوبة للتقديم في المنحة دي، أوراق بسيطة جدا وغير معقدة. مطلوب من حضرتك إيه؟ مطلوب من حضرتك السيرة الذاتية، سي في بتاعك، مطلوب خطاب النية، تمام؟ اللي هو أنت ليه عايز تدرس في المنحة دي، مطلوب خطاب توصية، مطلوب 3 خطابات توصية، وآخر مؤهل دراسي أنت حصلت عليه، تمام كده؟ وعلى فكرة آخر مؤهل دراسي هم ما قالوش إنك بشكل إلزامي لازم تحطه في الأبليكيشن، ولكن تدي بيانات بس، يعني تفاصيل دراستك، خلصت إيه آخر حاجة، انتهيت من الدراسة إمتى، مطلوب تحط تفاصيل، مش مطلوب كمان تحط أي شهادة ليها، يعني حاجة ممتازة جدا، مش أوراق معقدة خالص. طيب آخر موعد للتقديم، آخر موعد للتقديم هو 27 أبريل 2020، يعني قدامها حوالي شهر وتنتهي المنحة دي. وتعالى بقى كمان بالنسبة للحاجة الكويسة في المنحة دي، هي إعلان المقبولين. إعلان المقبولين 29 مايو 2020، يعني حضرتك التقديم هيقفل 27 أبريل، 29 مايو أنت تعرف نتيجتك إذا كنت اتقبلت ولا اترفضت، يعني بقى من غير ما تنتظر وقت طويل وبتلاقي فيه منح مبهمة ما بتبقاش عارف أنت اتقبلت ولا اترفضت، ما بتبقاش عارف إعلان النتيجة إمتى، المنحة دي موضحة لك إعلان النتيجة هيكون 29 مايو 2020، تمام كده؟ طيب خلينا دلوقتي ننتقل على الجزئيه دي بقى الخاصه بقدم الان، هنا ده ابلكيشن التقديم وهنا الاعلان الرسمي للمنحه. تعالى كده نشوف الاعلان الرسمي للمنحه ونشوف ايه اللي موجود فيه، هتلاقي كل التفاصيل اللي انا قلتها هنا هتلاقيها موجوده في الاعلان الرسمي ولكن باللغه الانجليزيه. كل شيء هتلاقيه موجود هنا، من حيث الاوبجكتيفز، من حيث الديوريشن بتاعت المنحه هتكون قد ايه، من حيث المنحه تشمل لك ايه، من حيث اخر موعد للتقديم زي ما هنا 27 ابريل 2020، واعلان النتيجه 29/5 او 29 مايو 2020، وبيقول لك هيكون بواسطه الايميل، لان توصلك رساله على الايميل اذا كنت اتقبلت او اترفضت، يعني منحه ممتازه جدا. طيب كده شفنا الاعلان الرسمي، تعالى دلوقتي بقى نروح لابلكيشن التقديم. حضرتك هتيجي تضغط على كلمه قدم الان هنا عشان يفتح معاك ابلكيشن التقديم. لما تضغط عليها ابلكيشن التقديم هيفتح معاك بالشكل ده، تمام؟ ده اللي هو الابلكيشن فورم. تعالى كده نبص، هو في ستيب، 4 ستيبس، تمام؟ بالنسبه للستيب الاولانيه مطلوب تحط بياناتك، اسمك، تاريخ ميلادك، دولتك، المكان اللي انت عايش فيه حاليا والدوله اللي انت مقيم فيها حاليا، تمام كده؟ تحط رقم تليفونك، الايميل بتاعك، وتاكد ان الايميل صحيح لان هيتم التواصل معاك من خلال الايميل ده. وهنا بتختار المرحله اللي انت عايز تدرسها، عايز تدرس باشلر ولا ماستر ولا بي اتش دي، يعني بكالوريوس ولا ماجستير ولا دكتوراه، تختار المرحله اللي انت عايز تدرسها. بعد كده بتضغط على كلمه نيكست عشان تخش للستيب اللي بعدها. دي الستيب اللي بعدها، بيقول لك هنا المعلومات بقى بالنسبه للمرحله الدراسيه السابقه بتاعتك. يعني انا دلوقتي اخترت اللي انا عايز ادرس بكالوريوس، فبالتالي هنا بيقول لي طيب انت درست في اي مدرسه؟ ايه المدرسه اللي انت درست فيها؟ اسمها المدرسه دي كانت فين بالظبط؟ في اي دوله المدرسه دي؟ بدأت الدراسة في المدرسة دي امتى وانتهيت منها امتى، تمام؟ ونوع الشهادة بتاعتك كانت بكالوريا، يعني كانت الثانوية العامة او بكالوريا زي ما بيسموها في المغرب او الجزائر او تونس، ما الى ذلك، تمام؟ يعني لازم تكون حصلت على شهادة اكمال الثانوية العامة بتاعتك او البكالوريا بتاعتك. فانا مثلا حصلت على الشهادة دي فبضغط يس ان خلاص ان المرحلة دي تم اكمالها بنجاح. بعد كده بتضغط على كلمة نيكست وبتخش على المرحلة اللي بعدها. المرحلة اللي بعدها سهلة جدا وبسيطة، مطلوب بقى فيها انك تحط الاوراق المطلوب. هنا اول حاجة في الجزء ده اللي هو ستادي بروجرام، اللي هو المرحلة اللي انت عايزها، وهنا انا مختار بكالوريوس، فبالتالي البرامج اللي هتطلع لي هنا هتطلع لي برامج بكالوريوس فقط. لو انت كنت اخترت ماستر هتطلع لك برامج الماستر، دكتوراه هتطلع لك برامج الدكتوراه. هنا اول حاجة بيقول لي اختار اللغة اللي انت عايز تدرس بيها، انت عايز تدرس بلغة ايه؟ هقول له مثلا انا عايز ادرس باللغة الانجليزية، تمام؟ لما اقول ان انا عايز ادرس باللغه الانجليزيه هيطلع لي البرامج اللي متاح ليها اللغه الانجليزيه. ركز معايا هنا كده، طبعا هو في كليات كتير، هتلاقي كليه الطب زي ما كنا ذكرنا ان الجامعه دي فيها كليه الطب وكليات تانية مختلفه كتير، ولكن المشكله ان على حسب اللغه اللي انت بتختارها بيطلع لك البرامج المتاحه. يعني هنا مثلا ميكانيكال انجينيرنج في موجوده باللغه الانجليزيه، طيب دي التخصصات المتاحه فقط باللغه الانجليزيه. تعالى نختار كده اللغه الرومانيه، هيطلع لنا التخصصات المتاحة باللغة الرومانية. بص كده عدد التخصصات، تخصصات كتيرة جدا، وفيهم هتلاقي فيهم كمان الطب موجود من ضمن التخصصات دي، يبقى دي كل التخصصات المتاحة باللغة الرومانية. طيب حضرتك انت دلوقتي مش معاك اللغة الرومانية، يبقى لازم تختار الدراسة باللغة الإنجليزية،
ده بالنسبه للجزئيه دي، ما حدش يروح يختار اللغه الرومانيه وهو ما عندوش اللغه، ما بيعرفش يتكلم اللغه او مش عارف اللغه، تمام؟ لان ما فيش سنه لغه في المنحه دي، انت لو عارف اللغه تختار انك هتدرس باللغه دي، مش عارفها بتختار اللغه الانجليزيه وتختار تخصص من التخصصات اللي بتظهر لك في اللغه الانجليزيه بس كده، اللي هي التخصصات دي كده. انا وضحت الجزئيه دي بشكل كامل عشان ما يكونش فيها اي لبس. طيب هنا بالنسبه للجزء ده اللي هو الخاص ب خطاب ليه انت عايز تنضم للمنحه، يعني ده زي ما قال كده بيقول لك ليه انت اخترت المنحه دي وتوصف فيها ايه اللي حفزك بالظبط للانضمام للمنحه دي، ايه اللي انت حفزك ليه او ايه المشاكل اللي ممكن انت بتمر بيها، فبالتالي المنحه دي هتساعدك على تجاوز هذه المشاكل، تمام كده؟ ده بالنسبه للمقال ده. واحنا كمان انا عايز اوضح جزئيه ان احنا كقناه منح من كل الالوان طبعا بنتيح فرصه التقديم من خلالنا بشكل احترافي، فلو انت عايز تقدم بنفسك زي ما شرحنا في الفيديو تتبع الشرح، او تقدم من خلالنا ونملى لك الابلكيشن وكل شيء بشكل احترافي، بس ما بنوفرش خطابات توصيه، تمام كده؟ وهنا مطلوب من حضرتك ثلاث خطابات توصيه، ريكومنديشن ليتر 1 2 3، تحط ثلاث خطابات توصيه ودي بتجيبه من اي استاذ جامعه عندك او شخص صاحب عمل لو كنت بتشتغل حاليا. وهنا بتحط السي في بتاعك اللي هو السيره الذاتيه بتاعتك، وهنا بتحط الموتيفيشن ليتر اللي هو خطاب النيه ليه عايز تنضم للمنحه دي، وطبعا تكتب الخطاب بشكل جيد لانه عامل من عوامل القبول برضو في المنحه. كده انا شرحت المنحه كلها بالكامل، وتيجي بقى في الاخر هنا حضرتك بتلاقي كلمه سبميت وتعمل سبميت للابلكيشن، يبقى انت كده قدمت للمنحه بنجاح وكل شيء مكتمل. كده الحمد لله تمام تم شرح المنحه بنجاح. واحب اوضح تاني المنحه دي مميزه جدا، منحه جامعيه ما لهاش تنافس كبير، غير متاح فيها التقديم للدول الاوروبيه، فبالتالي نسبه الدول العربيه او الدول الاسيويه الافريقيه فالقبول فيها هتكون كبيره. السكن هيكون مجانا، رسوم الدراسه مجانا بدل شهري 800 ليرة روماني او 200 دولار تقريبا شهريا هتاخدهم، يعني كل حاجه موجوده في المنحه دي. كده شرحنا كل حاجه، وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق والقبول ليكم في المنحه دي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.